اندلعت حرائق في قرية في جبال متين شمالية محافظة دهوك العراقية جراء اندلاع اشتباكات بين الجيش التركي وعناصر من حزب العمال الكردستاني، إذ كشفت مصادر الحدث عن شن المقاتلات التركية سلسلة غارات جوية على مواقع الاشتباكات، مما زاد من حدة التوتر في المنطقة بحسب المصادر. يكون المعني صوبة أعلن جهاز الدفاع الجوي العراقي إسقاط طائرة مسيرة تركية شمالية مدينة كركوك، وكشف البيان العراقي أن المسيرة من نوع أنكا تركية الصنع قد سقطت إثر استهدافها فوق أحد المنازل السكنية داخل مدينة كركوك، مما أدى إلى خسائر مادية. الطيارة بعد جاي وقعت طيارة. طيارة وقعت يا نهار. معي مباشرة من أربيل مراسل الحدث أحمد الحمداني. أحمد، آخر التفاصيل المتعلقة بإسقاط هذه المسيرة. طبعا نتكلم عن إسقاط مسيرة تركية، اتضحت أنها تركية. آخر الأخبار من كركوك تفيد بأن القوات المشتركة العراقية شكلت لجنة أو فريق عمل من جميع الأجهزة الأمنية الموجودة في كركوك، سواء كان من الجيش أو استخبارات أو مخابرات وأمن وطني وما إلى ذلك من أجهزة أمنية ساندة، لمعرفة أسباب سقوط الطائرة المسيرة. هنا البيان الذي ينسب للعمليات المشتركة يقول لمعرفة أسباب سقوط الطائرة المسيرة، ولم يقل لأسباب أخرى. بالتالي فإننا نحن أمام فرضية احتمال أن الطائرة قد سقطت ولم تسقط ولم تستهدف بأي سلاح أرضي، حسب ما نسب في البيان الأول أن المنظومة الفرنسية التي أسقطت هذه الطائرة. بالتالي نحن بانتظار التحقيقات فيما إذا كانت قد سقطت أو أسقطت، والفرق واضح كما تعرف. نعم. في المعنيين، وطبعا سقوطها كان في داخل حي سكني يعرف حي 90. حي 90 هو منطقة سكنية في وسط مدينة كركوك مأهولة بالسكان، لم يتصب أي من السكان بأذى، هناك فقط أضرار مادية. وطبعا هذه الطائرة كما طلعنا على مواصفاتها، هي طائرة ذات متعددة المهام، استطلاع وأيضا تتبع وتنصت وأيضا قتالية، ولم تكن المرة الأولى على ما يبدو التي تخترق الأجواء العراقية من جهة كركوك. وحسب وهنا يعني أسأل أحمد إذا سمحت لي، أكثر من مرة، يعني أقول يعني هذه ليست المرة الأولى، تركيا معتادة على موضوع الاختراق بإرسال كل هذه المسيرات، لماذا كل هذا الارتباك حول هذه المسيرة على وجه التحديد؟ هل يأتي ذلك بسبب الاجتماعات أو الحركة الدبلوماسية الذي حصل الشهر الماضي بين بغداد وأنقرة؟ طبعا لأول مرة، وفي هي سابقة، هي الأولى طبعا من نوعها في العراق منذ عقدين، منذ أن سقط نظام صدام حسين، العراق يعلن رسميا عن إسقاط طائرة اخترقت الأجواء العراقية. وطبعا الحديث عن أن القوات المسلحة العراقية هي التي أسقطتها، هذه هي المرة الأولى. لم تعلن بصورة مطلقة، لم يعلن العراق أي هكذا حالة سابقا. كانت هناك حالات ما بين قوات التحالف ومسلحي داعش وما إلى ذلك، وأيضا الفصائل التي كانت تهاجم القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي، ويكون هناك إسقاط مروحيات أو إسقاط مسيرات وما إلى ذلك. لكن أن تعلن القوات المشتركة العراقية أنها أسقطت طائرة، هذا هو الإعلان الأول. وطبعا يبدو أن نعم. العراق يثأر لسيادته بعد أن باتت أجواء العراق مليئة بالطائرات المسيرة التجسسية التي تدخل تارة من إيران وتارة أخرى من تركيا. إذن من أربيل مراسل